أهلا بكم. بعد سنوات من التصريحات النارية والشعارات الحماسية ضد أمريكا واعتبارها الشيطان الأكبر بل والمنادات بالموت لها، يخرج وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي في حكومة بغداد ليكشف حقيقة الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بالقول إن الخلاف مع الولايات المتحدة هو حول حصة إيران في المنطقة. الخلاف إذن حول حصة النفوذ، لا حول مظالم الشعوب وحقوقها، ولا حول فلسطين وأهلها، ولا حول شيء مما كانت إيران تصدع به رؤوس أبناء المنطقة ليل نهار. فما حصة إيران التي تطالب بها أمريكا بعد نشرها للخراب والفساد والآفات في 4 عواصم عربية؟ وهل هناك خطة لتواجه بها دول المنطقة هذا التنافس على حساب مصالحها؟ وماذا وراء كشف المسؤول الإيراني لحقيقة العلاقة بين بلاده وأمريكا في هذا التوقيت الذي يشهد توتراً أصلاً في المنطقة؟ وما هي الرسائل الإيرانية من هذا التصريح؟ وعلى الجانب الآخر كيف ستتلقف أمريكا هذه الرسائل وكيف ستتعامل معها، خاصة أنها خرجت للعلن وإن كان قد جرى الاتفاق عليها ضمناً؟ وهل سيدرك المخدوعون بشعارات المقاومة أن قضاياهم ما كانت إلا حصان طروادة تستخدمه إيران؟ إذن مشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها أيضا سنطرحها في حلقة اليوم من حديث العرب، فأهلا بكم. نبدأ بعد هذا الفاصل. إذن أهلا بكم مشاهدينا للحديث عن موضوع الحلقة. يسرني أن أرحب بضيوفي الكرام عبر سكايب، الصحفي المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ مصطفى نعيمي. حياكم الله أستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ عبد الرحمن ولضيوفك الكرام، وكل عام وأنتم الأمتين الإسلامية والعربية بألف خير. وأنتم بألف خير، حياكم الله. أهلا بك معنا أستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، تنضم معنا عبر سكايب، أهلا بك. تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. وأيضاً أرحب بضيفي عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. أحييك وأحيي ضيفيك العزيزين ومشاهديك الكرام، وأتمنى أن يعود عليكم العيد في العام القادم وأنتم جميعاً بألف خير. اللهم أمين أجمعين. إذن لعلي أبتدأ معك أستاذ ياسين. يعني كما تعلم أستاذ ياسين، كلما ازداد الاختلاف والتنوع والندرة بين الدول ازداد معها لربما التنافس والصراع، وكلما كان هناك لربما عدو مشترك بينها كلما أخذت العلاقة شكل التنسيق والتبادل المشترك. ومن هنا نسأل عن طبيعة العلاقة القائمة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة أن كما تعلم لهما باعا طويلا في التعاون، سواء في العراق الذي كان عدوا مشترك لهما، وأيضا من قبل العراق في أفغانستان. كيف يمكن فهم طبيعة العلاقة بين كل من إيران والولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ينبغي أن نتحرر أولا من الفخ الذي وضعنا فيه القائم بالأعمال وزير الخارجية الإيراني. هو أعطى تصور أولي بأن إيران دولة مكافئة للولايات المتحدة الأمريكية، والخلاف الذي يدور بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو حول حصة إيران في المنطقة. اختار بغداد عاصمة الرشيد ليقول هذا الكلام، وهو جزء من توظيف العراق المعاصر، العراق الذي يسيطر عليه الطائفيون، لكي يقول ما يحل له من كلام. ليس ما قاله القائم بأعمال وزارة الخارجية في إيران ليس صحيحا إلا من كونه رسالة بروباغندا، الهدف منها هو إظهار أن إيران قوية بما يكفي. في الحقيقة هو أنه الدول الكبرى دائما تقوم بتوظيف بعض الأطراف، وهذه الأطراف يمكن أن يكونوا دول، يمكن أن يكونوا جماعات ما دون الدول. ولهذا الحلف الذي تعامل معه الغرب خلال السنوات الماضية هو حلف يضم هذا الخليط من دول وجماعات ما دون الدولة.
وهو حلف قام على تخريب المنطقة بشكل إجمالي لحساب الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها لإعادة صياغة هذه المنطقة لتكون أو ليكون الكيان الصهيوني هو على رأس هذه المنطقة أو في قلب هذه المنطقة من حيث التأثير. وفي النهاية يؤدي الأمر إلى تصفية القضية الفلسطينية. المعركة الوحيدة الكبيرة الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضد العراق، وقال بوش بأنه يخوض حربا صليبية، وهذا الكلام ليس له معنى سوى أنه كان يخدم الأجندة الصهيونية ذات الدوافع الدينية المحضة عندما أراد أن يسقط النظام الوطني في العراق. إيران ليست الدولة الكبرى التي يمكن أن تحاصصها الولايات المتحدة الأمريكية. إيران دولة هشة بكل ما تعني الكلمة من معنى، دولة قمعية تقوم على يعني قمع شعبها الذي يتنامى رفضه لهذه السلطة الملالي في إيران. وهو عذرا للمقاطعة، ربما هنا يتنافى لحساب الولايات المتحدة، لكن ليست مكافئة للولايات المتحدة الأمريكية، ولن تكون تلك الدولة التي يمكن أن نسلم لها بأي حصة في منطقتنا أو بأي تأثير في منطقتنا، ونحن قادرون على مواجهة التأثير الإيراني وحتى التأثير الأمريكي، ولكن بطبيعة الحال نحتاج إلى نوع من التضامن والتعاضد كأمة. ولكن يعني أستاذ ياسين، هذا الأمر يبدو غريبا، يعني اعتدنا أن إيران تطلق تصريحات نارية كما تعلم، الموت لأمريكا، الشيطان الأكبر، يعني ملامح لربما الاستكبار العالمي تمثلها أمريكا، و فجأة الخلاف ليس مع أمريكا في شيء إلا في تقاسم النفوذ. يعني هذا ما بدا غريبا، ولربما هناك يعني كما تعلم نخب عراقية وعربية، ومن هذه النخب بطبيعة الحال والهيئات التي حذرت من هذا النفوذ الإيراني ويعني الخداع الإيراني. هيئة علماء المسلمين بطبيعة الحال في العراق حذرت مرارا وتكرارا من هذا الدور، ولكن لماذا خرج هذا التصريح للعلن الآن؟ الرسالة طبعا التي تركزون عليها هو أن إيران وما تقوم به إيران على رأس حلف يدعي أنه يقاوم الولايات المتحدة ويقاوم الاستكبار العالمي وفقا للتوصيف الإيراني، لا علاقة له لا بالانتصار للإسلام ولا للمنطقة ولا للقضايا العادلة في المنطقة، وهذا صحيح 100%. قد يكشف هذا التصريح زيف الادعاءات الإيرانية، لكن من قال أن الادعاءات الإيرانية ليست مفضوحة وليست مشوبة بهذا القدر؟ أنا قراءتي لهذا التصريح هو محاولة إيران إظهار أنها بلد قوي حتى في ظل هذا الاختبار الذي وضعت فيه. تحدي الحرب الناشئة في غزة بينما كانت إيران تعيث خرابا في المنطقة، تخرب في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا، بذريعة أنها تواجه الاستكبار العالمي وأنها تقود حلف المقاومة، لكن عندما جاءت الحرب الحقيقية التي ينبغي أن تقف أمامها هذه المقاومة، شكل بالنسبة لها الحرب هذه شكلت بالنسبة لها تحديا كبيرا، ولهذا جاءت ردود الأفعال بالطريقة التي رأيناها، طريقة مراوغة ليست مؤثرة، تكشف في جانب منها عن تفاهمات أصيلة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تخريب المنطقة. ولهذا إيران اليوم تحاول أن تغطي على هذا القصور وعلى عجزها بالفعل عن تطبيق الشعارات المزعومة التي رفعتها، فتحاول أن ترسخ في أذهان الجميع بأنها دولة كبرى على أي حال، دولة تتقاسم مع الولايات المتحدة النفوذ. لكن في المحصلة النهائية الشعب العربي والشعوب الإسلامية يدركون جيدا أن إيران لم تكن أبدا إلى صف الأمة، بل كانت دائما تؤدي دورا معطلا ومخربا، ورأينا يعني كيف يعني منذ اللحظة الأولى لقيام الثورة بقيادة الخميني كان أول هدف لها هو العراق، وكان الهدف الأساسي هو التوسع ضمن هذه البيئة الجيوسياسية، وهذه مهمة أنا في تقديري جرى التوافق عليها مع الغرب. لكن هل يعني ذلك أن إيران بهذه المهمة يمكن حسابها دولة كبيرة؟ لا، إيران دولة مزعجة تماما، لكن هي تتخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليست ندا لها كما يزعم
علي باقر الكلمة. بالانتقال إلى الأستاذ مصطفى نعيمي، حياكم الله أستاذ مصطفى. يعني فهمي هويدي وهو أحد أشد المتحمسين حقيقة للثورة الإيرانية في السابق، وصاحب كتاب إيران من الداخل، تراجع عن رأيه ووصل إلى النتيجة إن الدولة القومية في إيران مستعدة للتفاعل مع الغرب والتقارب مع إسرائيل بأكثر من استعدادها للتفاعل مع العالم العربي. فالعوامل التي أدت إلى يعني التعاون مع الغرب في السابق موجودة الآن، وربما يضاف إليها عوامل أخرى، منها ثورات الربيع العربي وسيطرة طالبان على أفغانستان وحاجة أمريكا لوضع فاصل يعني بين قواعدها وبين أفغانستان وحركة طالبان بطبيعة الحال. يعني كل هذا إلى ماذا يشير؟ هذا التعاون الإيراني الأمريكي اللامتناهي إلى ماذا يشير؟ وهل تغير الآن؟ نعم، تحياتي لكم مجددا أستاذ عبد الرحمن وضيفك الكرام. مما لا شك فيه أن الدور الإيراني يعني مر بعدة مراحل، بدأ بمرحلة التخادم ووصل إلى مرحلة المنافسة، وفي بعض المحاور وصل إلى الاشتباك المباشر. نتحدث عن مجموعة من النقاط بعجالة. عندما نتحدث عن مرحلة التخادم، عندما تم إعلان احتلال العراق وتم تولية بريمر على منصب يعني إدارة العراق في حينها، كان المشروع الإيراني حاضرا وبشكل كبير، وقام بحل الجيش العراقي من خلال الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات وعلى رأسها ما يطلق عليه المسميات السياسية عصائب بدر وغيرها من الميليشيات الولائية التي كانت أصلا هي في إيران. فبالتالي تخادم هذه المرحلة لإضعاف العراق وتقديمها على طبق من ذهب من قبل الولايات المتحدة إلى جانب إيران كان واضحا. أما مرحلة المنافسة بدأت في سوريا منذ انطلاق الربيع العربي، وبالتحديد في العام 2011 وصولا إلى العام 2015. لاحظنا ذلك من خلال استخدام إيران في تدمير البنية التحتية بشكل كبير، وبنفس التوقيت استخدام إيران في مواجهة فصائل المعارضة السورية بشكل عام، كذلك أيضا وصولا إلى مرحلة المواجهة. هنا أتحدث عن مرحلة المواجهة وتحديدا في العام 2023 عندما أعلن مقتل جندي متعاقد أمريكي، إضافة إلى ثلاثة آخر إصابة ثلاثة آخرون. في حينها تم تغيير الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة إيران، نظرا لأن حجم الخسائر والأضرار التي يعني وصلت في الولايات المتحدة كانت من منظورها خارج النطاق التفاهمات، وبالتالي إيران تجاوزت تلك الخطوط الحمراء وصولا إلى استخدام أو استهداف عفوا القاعدة 22 في داخل الأردن، أو تحديدا في منطقة مخيم الركبان وبالطرف الآخر الأردني. كذلك أيضا استهداف قاعدة التنف والتي راح ضحيتها أيضا قرابة 5 جنود. فبالتالي أمام هذا التصعيد الإيراني الغير محسوب، وبنفس التوقيت الذي خرج عن نطاق الخطوط الحمراء التي رسمت لدور إيران الوظيفي في تخريب منطقة الشرق الأوسط واستثمار نتائج هذا الدور من خلال عقد الصفقات، صفقات الأسلحة ونتحدث، وبقاء القطبية بالنسبة للولايات المتحدة ومنع وصول أي قوى غربية لبيع السلاح، كان هو أحد أهم الأهداف التي ترغب الولايات المتحدة من خلالها لبقاء الهيمنة على المنطقة. كذلك أيضا ربما المتغيرات الأخرى الدولية، هنا أتحدث عن متغير روسيا أوكرانيا، كذلك أيضا متغير آخر الصين تايوان. هذه يعني هذه الملفات الاستراتيجية الضخمة التي تعتبر أولوية للولايات المتحدة، ربما يعني اضطرت الولايات المتحدة إلى انعطافات عبر مسارات متعددة، بداية بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها والدعم اللامحدود، وهنا نتحدث عن الدعم اللوجستي وصولا إلى الدعم العسكري. كذلك أيضا في تايوان كان هنالك دعم لوجستي كبير وصولا إلى منع تحليق الطائرات الصينية فوق المياه الإقليمية التايوانية، وتحذير الطائرات الروسية عفوا الصينية بشكل واضح، وصولا إلى بناء بعض الدروع الصاروخية وتحديدا توماهوك التي نتحدث عنها والتي تصل مداياته إلى 3500 كيلومتر. فبالتالي هنالك أولويات لدى الولايات المتحدة، ربما منطقة الشرق الأوسط لا تحظى بذات الأهمية، وترتيبها ربما قد يأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الأمريكية رقم 3. وحتى مسألة إسرائيل وقضية المواجهة مع الجانب الفلسطيني وتحديدا مع فصائل المقاومة الفلسطينية وما حصل في 7 أكتوبر وتداعيات 7 أكتوبر، أعتقد ألقت بظلالها حتى على صانع القرار الإسرائيلي، وصولا إلى صانع القرار الإسرائيلي والردود التي نجمت ما بعد استهداف أيضا الميليشيات الولائية في العراق وسوريا
واقتلاع الكثير من المصدات العسكرية. نتحدث عن اقتلاع أكثر من 85 مصد عسكري لميليشيا إيران وبعض القادة في الحرس الثوري الإيراني، وتحديدا محمد رضا زاهدي أحد أهم الشخصيات ما بعد قاسم سليماني، والذي اقتيل أمام مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. فهنالك منافسة كبيرة جرت في المنطقة، وهنالك بعض النقاط الاستراتيجية تمت المواجهة فيها وصولا إلى المياه البحر الأحمر، وكذلك أيضا مضيق باب المندب، وكذلك أيضا مضيق هرمز. هذه النقاط الاستراتيجية أعتقد بأن التداعيات تحركات إيران بهذا المستوى الكبير فرض ربما بعض المتغيرات الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة إلى إعادة تقدير الموقف وانطلاق ما بعد هذه التحركات. وبناء عليه أعتقد بأن تحليق الطائرات أو القاذفات الاستراتيجية B1 لانسر وصولا إلى B52 وكذلك أيضا المقاتلات كلها رسائل ردع، إضافة إلى برنامج المسيرات أو الاغتيال عبر المسيرات حتى اللحظة لم ينقطع حتى عن الميليشيات الإيرانية وصولا إلى استهدافها، حتى ونتحدث هنا عن ميليشيا النجباء على سبيل المثال التي استهدفت أمام مبنى هيئة الأركان العراقية. فبالتالي هنالك خطة واضحة لدى الولايات المتحدة بأنه إيران خرجت عن ما كان رسم لها، فبالتالي يجب مواجهتها ويعمل على ذلك من خلال هذه المسارات التي فتحت مؤخرا. طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، يعني العلاقة كما ذكر الضيوف الأكارم هي علاقة لربما تخادم وتعاون بين الولايات المتحدة وبين إيران، إذن يعني هذا التعاون يشوبه لربما شيء من ضربات هنا وردع هناك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل إيران تحتاج لكل هذا الردع، بارجات ويعني سفن حربية وغيرها من الأمور، خاصة أنه يعني تعلم أن إيران لا تضرب القواعد الأمريكية كما استشهد بذلك ترامب في فترة ولايته إلا بعد أخذ الإذن من الولايات المتحدة كما حصل عند مقتل قاسم سليماني؟ هل تحتاج إيران كل ذلك؟ أحييكم مرة أخرى. لا أدري إن كان بقي لي فسحة في الحديث بعد أن أفاض الأخوين العزيزين اللذين سبقاني الأستاذ ياسين والأستاذ مصطفى النعيمي في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أنا قبل أن أجيب عن سؤال حضرتك بودي أن أقول أن تاريخ أكثر من 45 سنة هو عمر النظام ولاية الفقيه الإرهابي في إيران. كان هذه السنوات الطويلة، هذه العقود الأربعة والنصف كلها تؤكد، كل مواقف إيران خلال هذه العقود الأربعة والنصف تؤكد حقيقة أن إيران تتخادم وتؤدي دورها المرسوم لها، هذا النظام يؤدي دوره المرسوم له في مواجهة أهم الدول العربية خصوصا عن العراق. ولعلي أشير في هذا الصدد إلى أن العراق عندما أبرم اتفاقية الجزائر سنة 1975 مع شاه إيران التي كانت ملفا كاملا وصفقة شاملة لتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، وليس موضوع شط العرب كما يقال فقط، هذا موضوع جانبي من الاتفاقية. بعد توقيع هذه الاتفاقية الولايات المتحدة، وأنا أقرأ من كبير للمخابرات المركزية الأمريكية، وجهت عتبا شديدا ولوما عنيفا للشاه عندما قالت له أن إبرام هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تحرير ما لا يقل عن فرقتين أو ثلاثة من فرق الجيش العراقي التي كانت يعني مشغولة في حرب الشمال حينها، يعني الشمال مع المتمردين الأكراد في شمال العراق، حينها تتفرغ هذه القوات لمواجهة مع إسرائيل. في ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة تخطط لاستبدال الشاه بنظام آخر، ومؤتمر جزيرة غوادالوب الفرنسية الذي عقد في مطلع يناير 1900 كانون الثاني 1979، والذي رسم حدود الدعم الغربي، لأنه الاجتماع كان أمريكي فرنسي ألماني بريطاني على أعلى المستويات من رؤساء الوزارات ورئيس الولايات المتحدة في ذلك الاجتماع،
تقرر دعم الثورة الإيرانية كما قيل واستبدل نظام الشاه. في هذا الإطار يجب أن نفهم هذه الخطوات الإيرانية، خطوات التخادم وخطوات الخلاف أيضا. نعم هناك أدوار إيرانية كبيرة كما تفضل السيد ياسين في الحديث عنها، وهي تؤدي واجبها، أقصد النظام في إيران يؤدي واجبه لخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني، ولكن حتى بين المتحالفين وحتى بين المتخادمين يحصل أحيانا الخلاف. مبعث الخلاف بين الطرفين ليس لأن إيران دولة كبرى، وإن كانت هي تحاول إظهار ذلك فعلا بوسائل عديدة، ولكن مبعث الخلاف يعود إلى النفس الاستعلائي والعنصري التوسعي، هو متعلق بالمشروع الإيراني أو المشروع الفارسي الذي يهدف إلى التوسع وصولا إلى البحر المتوسط. هنا أصبح الخلاف بين الطرفين، الأمريكي الصهيوني من جهة والإيراني من جهة أخرى، يتعلق هذا الخلاف بمستوى النفوذ وليس بمبدأ النفوذ. الولايات المتحدة وإسرائيل الكيان الصهيوني تسلم للجانب الإيراني بنفوذ كبير في المنطقة، وقد فتحت له الأبواب حتى في سنة يعني في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، اتبعت الولايات المتحدة سياسة خاصة تجاه العراق وتجاه إيران، وسميت سياسة الاحتواء التمايزي في الوقت الذي يضغط فيه على العراق وصولا إلى حصاره بعد 1990، حصاره الشامل بعد 1990، لأن الحصار على العراق حتى في الغذاء بدأ قبل قضية الكويت في 1990. في الوقت الذي يحاصر العراق ويضيق عليه فإنه يتم الانفتاح بنوع أو بقدر ما على الجانب الإيراني، ولذلك كان سمي الاحتواء التمايزي، هنا يعني احتواء بالضغط العراق وهناك احتواء بالانفتاح. كل الأحداث هذا من جانب إيران. من جانب الولايات المتحدة أيضا كل الذي يحصل هو فتح مجال لإيران وتسليم كما قلنا العراق أولا وبعد ذلك سوريا ولبنان واليمن لهذا النفوذ المتغطرس ولهذا المشروع التوسعي العنصري. في هذه المرحلة إيران تريد أن تأكل اللقمة لوحدها، تريد أن تمتلئ الشرق العربي أو المشرق العربي لوحدها، وبذلك حصل الخلاف. أما مبدأ النفوذ فمسموح لإيران بذلك، ولكن نعم عفوا حينما تخشى الولايات المتحدة حدوث بعض الألاعيب خارج ما هو مسموح وخارج ما هو متفق عليه، يتم ردع الجانب الإيراني عسكريا. أما في خلاف هذا فيتم التعامل معه لفظيا. يعني أنت عندما يكون لديك ولد عاق أنت لا تقتله، لكن تنصحه، تصرخ بوجهه، تضربه أحيانا إلى آخر، تعنفه حتى يعود إلى الخط المرسوم له، حتى يعود إلى الخطوط المرسوم إليها. هذا هو الاتفاق أو هذا هو مجمل الصورة، العلاقة بين الطرفين، الأمريكي الصهيوني من جهة والإيراني من جهة أخرى. وهذا التصريح، تصريح علي باقر يقولني، ربما كان أوضح تصريح علني خلال هذه الفترة لأطراف إيرانية فيما يتعلق بهذا الملف. ولا أن يعني العلاقة الإيرانية الإسرائيلية في السلاح خلال الحرب العراقية الإيرانية ألا تعتبر يعني دليلا واضحا على البراغماتية القبيحة من جانب نعم يعني لربما هي كانت واضحة، ولكن إيران تعتمد بين الفينة والأخرى على إطلاق الشعارات وإيهام يعني المخدوعين بهذه الشعارات أنها تحمل قضاياهم.
هذا هو جوهر، هو جوهر المشروع الإيراني، هو الإيهام وفي العلن وممارسة البراغماتية القبيحة في السر، يعني عندما يحتفون لصالح فلسطين وقضيتها العادلة ويقيمون هذا في العلن، ثم يقيمون أقوى العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في السر، ويتسلحون منذ مطلع الثمانينات، بل حتى قبل الحرب العراقية الإيرانية، بالمناسبة حتى قبل بدء الحرب العراقية الإيرانية كان هناك تسليح ودعم إسرائيلي لإيران في الحرب العراقية الإيرانية. إذن فضلا عن التسليح هناك فرق من الخبراء مستمرون المحايدة. أستاذ مصطفى، بطبيعة الحال مستمرون بمناقشة هذا الموضوع، ولكن اسمح لي أن نخرج إلى فاصل ثم نواصل. العين بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق، لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية. هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. مغدورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا اياهم الحلبوسي، ما طول يضربيهم مغدورين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا متابعة لموضوعنا، أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني ذكرت قبل قليل أن إيران لربما تحاول بهذه التصريحات أن تثبت ما تعجز عن تحقيقه في الواقع، أنها دولة كبيرة تنافس الدول مثل أمريكا، روسيا، غيرها من الدول، ولكنك تعلم في ذات الوقت أن من يطالب بحصته يعني يجب أن يكون يعني واثقا من نفسه حتى يفاوض. على ماذا تستند إيران؟ على ماذا تعول في هذه الدعوة التي لربما يقول لك البعض لا، إيران تملك قوة تسيطر على البحر الأحمر، يعني تملك زمام المبادرة أحيانا، على ماذا تستند إيران في هذه الدعوة لإعطائها حصة؟ تراهن على التقدم على الولايات المتحدة الأمريكية، هذه محور ارتكاز السياسة الإيرانية الآن. إيران لا تتحمل كلفة المواجهة العسكرية والوجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تحييد إيران باستطاعتها تحييدها. أنت تعلم أنه عندما تعرضت شرق المملكة العربية السعودية لهجوم بمسيرات قادمة من الشمال، يعني من العراق أو من إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت الوقوف على الحياد، بل وقللت إلى أدنى مستوى حتى التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية. هذا يعني أن ما قامت به إيران كان مطلوبا أمريكيا للضغط الاستراتيجي على السعودية لكي تذهب في الاتجاه الذي يريده الأمريكيون، وهو عقد صفقة مع صفقة القرن الذي كان يروج لها ترامب في ذلك الوقت، رغم أن ترامب كان قريبا جدا من القيادة السعودية وكانت أول زيارة رسمية له إلى الرياض. ومع ذلك ترامب الذي قتل
قاسم سليماني كان يتخاذل مع إيران، وقد صرح بذلك علنا، قال أنه الصواريخ التي ضربتها إيران على القواعد الأمريكية كانت صواريخ متفق عليها. عندما نقول أن إيران تسيطر على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، من الذي مكن الحوثيين؟ الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت ووجهت مسار الحرب بحيث لا يؤدى الحوثيون عسكريا مطلقا، ووضعت خطوط حمر أمام أي تقدم من القوات الشرعية. الآن هل خرج في هذا السياق، هل خرج الأمر عن سيطرتهم الآن؟ هل خرج الحوثيون عن سيطرة الأمريكي؟ أنا حتى هذه اللحظة أخضع ما يجري في البحر الأحمر إلى يعني إلى احتمالات عديدة، من ضمنها أن الحوثيين ربما يقوموا بدور مطلوب. يعني عندما تقوم إسرائيل بمهمة خطيرة جدا في فلسطين، وهي تصفية القضية الفلسطينية وارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، عوضا عن أن يسلط العالم أنظارهم على ذلك الحدث، أمريكا اليوم تشتت وجهة نظر يعني أنظار العالم إلى أحداث أخرى، منها تهديد الملاحة الدولية. آخر السفن المدنية التي تعرضت للقصف، وهو أول حادث يوثق منذ بداية النشاط العسكري الحوثي في البحر الأحمر، يعني رأينا أن هناك سفينة تتعرض للتدمير أمام أعيننا لأول مرة، وهي كما تعلمون هدف مدني. أتساءل متى سينجح الحوثيون في استهداف قطع بحرية غربية في البحر الأحمر؟ لماذا لا يكون هذا سيناريو الهدف منه هو تشتيت امتصاص الغضب، إظهار أن هناك مشكلة أخرى في المنطقة، ولربما يعني تشويه القضية الفلسطينية بأن هناك مشكلة قرصنة لصالح القضية الفلسطينية؟ نعم، بهذه الطريقة. هو في نهاية المطاف، في نهاية المطاف أنت تشتت تركيز العالم. إسرائيل ترتكب جريمة عظمى في فلسطين، إبادة جماعية، تصفي أحياء بكاملها، تدمر مدن، تريد أن تهجر الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، جريمة كبيرة جدا لا يحتملها الضمير العالمي ولا تحتملها الأمة. فيقوم الحوثيون بهذا الدور لكي يعيدوا إحياء المعنويات. لكن ما هي المحصلة النهائية لما يقوم به الحوثيون؟ المحصلة النهائية كارثية بالنسبة لنا نحن في اليمن، لأنها ستمكن هذه الميليشيا الإجرامية من إعادة صياغة مستقبل اليمن استنادا إلى ما قامت به في البحر الأحمر. ثانيا، من الذي يزود الحوثيين بالمعطيات الاستخبارية التي تجعلهم يعني يحددون سرعة السفينة، ثم يضربون السفن صواريخ ليست دقيقة، عشوائية، باليستية، ليست أصلا مخصصة للهجوم على السفن، من بين عدة صواريخ يتم إصابة هدف أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره. هذه المسألة مرتبطة بتخادم استخباراتي طيب. عبر البحر، إما أن إيران تقوم بها وإما البحرية الأمريكية. طيب أستاذ ياسين، بالعودة إلى صلب الموضوع، ما هي الحصة التي تطالب بها إيران أمريكا؟ ماذا تريد إيران؟ إيران لا تريد جغرافيا فقط، هي تريد جغرافيا وتريد إعادة صياغة عقيدة المنطقة، لأنه إيران تستند في عقيدتها السياسية على بعدين، الهيمنة السياسية والاقتصادية والهيمنة العقائدية. في النهاية شئنا ما بين، إيران تخوض صراعا عقائديا الهدف منه تدمير بنية المجتمع، الأغلبية من المسلمين، تريد أن تكسر شوكة الأغلبية من المسلمين، تريد أن تفض عضد المسلمين، تريد أن تحيد الإسلام الحقيقي الذي يخشاه الغرب لتحل محله. وهذا الأمر يحتاج إلى أعمال من مشابهة للأعمال التي تقوم فيها إيران اليوم في سوريا وفي اليمن وفي غيرها. اليوم هذا النزوح الجماعي من سوريا، النزوح الحرب، النزوح الذي سبب فيه الحرب في اليمن، تحييد دور الدولة في لبنان، تدمير الدولة السورية، تعطيل العراق العظيم، العراق الذي كان يقود قاطرة الأمة، العراق النموذج، العراق المتقدم المتطور القوي عسكريا، هذا العراق دمر بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية لكي يسلم لإيران. إذن إيران والولايات المتحدة مشتركان تماما في هذه العملية التخريبية التي تستهدف الأمة،
لأنه في النهاية أمريكا تركن إلى مستقبل يسود فيه الإسلام الشيعي أكثر من مستقبل تهيمن فيه الأمة وعقيدتها الصحيحة. هذا هو الهدف الأمريكي بعيد المنال. لا يستطيع أي طرف في المنطقة أن يقوم به غير إيران وتوابعها. ولهذا رأينا هذه الحرب التي تخوضها إيران وتقدم فيها الإسناد لأنظمة طائفية في المنطقة تتأسس على هذه العقيدة المشوهة التي تقوم على مبدأ استهداف الأمة واستئصال الأمة. هذا واضح كان من تصريحات القادة الميدانيين أو المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان والعراق. طيب أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، أمام كل هذا التخطيط والتخادم ويعني المطالب بتقاسم النفوذ في المنطقة، أين هي الدول العربية؟ أين هي خطط المواجهة التي من المفترض أن تكون موجودة وتنفذ حتى يعني يتم صد هذا المشروع الإيراني الأمريكي؟ أعتقد بأن المشروع العربي حتى اللحظة لم ينجح في مواجهة، أو دعني أسميه الأمن القومي العربي، لم ينجح حتى اللحظة في مواجهة إيران من حيث استثمار يعني القدرات العسكرية والقتالية والنفوذ السياسي، لا سيما وهنا أتحدث عن اتخاذ القرار الدولي، وبالتحديد نتحدث عن اللوبيات المؤثرة في واشنطن. فعمليا هناك الكثير من المنافسة تجري في هذه اللوبيات، لكن اللوبي الإيراني ربما هو بالدرجة الأولى هو الحاكم الرئيسي المؤثر على اتخاذ القرارات الأمريكية من حيث النفوذ الاقتصادي، وصولا إلى النفوذ أيضا من خلال عمليات يعني دعني أسميها قرصنة حقيقية تجري في داخل يعني مؤسسات الدولة، ومن خلال هذا الاستثمار أعتقد بأنها تغير بعض القرارات، لا سيما في بعض القرارات التي نتحدث عنها، وهنا نتحدث عن مسألة يعني مجزرة الغوطة الشرقية التي حصلت باستخدام غاز السارين، وكيف حصلت الانتفاخة الإيرانية من خلال توظيف الجانب الروسي في احتوائه لتلك الأزمة، ومن ثم تحييد الضربة العسكرية التي كان من المقرر إنهاء النظام السوري وذلك في العام 2012. لكن عمليا هنالك الكثير من المؤشرات اليوم نتحدث عنها، او هنالك عفوا كثير من يعني المسارات، لكن تلك المسارات حتى اللحظة لا تدرك حجم المخاطر التي يعني وصلت اليها ايران، لا سيما وصولها الى مياه البحر الابيض المتوسط. فإيران اليوم هي لن تكتفي في منطقة الشرق الأوسط، وإنما تريد استخدام منطقة الشرق الأوسط كمنطلق لها لتهديد الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أعلنته. وهنا سأتحدث بعجالة حول موضوع القواعد العسكرية في سوريا، لا سيما في مدينة بانياس التي لا تحظى بدعم روسي كما يحصل في محافظة اللاذقية. هنا تحدث عن الموانئ الموجودة في بانياس، كذلك أيضا أنظمة الدفاع الجوي أو البحري الموجودة أيضا في ذات المحافظة. تحاول إيران إلى إيصال منظومات دفاع بحرية من طراز نور، وكذلك أيضا استثمار منظومات الدفاع الروسية الموجودة في يد النظام السوري. هنا تحدث عن مجموعة من الأنظمة العسكرية التي تقوم بالسيطرة عليها، منظومات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية للنظام السوري لتستثمرها أيضا باستنزاف المنطقة، وأعلن ذلك من خلال الكثير من القادة الميدانيين كما تحدث قبل قليل الضيف. هنالك الكثير من القادة ومنهم محمد رضا زاهدي، والاجتماعات التي كانت تجري وصولا إلى اجتماعات أمير عبد اللهيان وزير خارجية الذي قتل أيضا في استهداف المروحية في داخل إيران. هنالك الكثير من الأطماع الإيرانية لم تكتفي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أعتقد بحد ذاته ربما هو المؤشر الوحيد الذي من الممكن أن يحدث متغير دولي في عملية طيب احتواء كان إيران هناك أو مواجهة إيران بدلا من الاحتواء. كما تعلم كان هناك سعي عربي لربما لإخراج نظام بشار الأسد من تحت العباءة الإيرانية، هل يمكن القول الآن أن هذه المساعي فشلت بالفعل أم أنها طور لربما التحقيق في المستقبل؟ ربما لي رؤية مختلفة في هذا الخصوص، لا سيما وأني مطلع الكثير من الملفات. حتى ما قبل الربيع العربي في العام 2007 كان هنالك تحذيرات من قبل الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، والذي تحدث عن خطورة المشروع الإيراني وتحدث عن الهلال الشيعي بالتحديد. واليوم نتحدث عن وصول هذا الهلال الى مياه البحر المتوسط، وهذا ما حذر منه. وفي تلك يعني الفتره حاول النظام الاردني عبر البوابه العربيه طبعا ومن خلال تكليفه بشكل مباشر لسحب البساط الايراني، لكنه فشل. وفي حاله السلم نتحدث، فكيف في مرحله الحرب والنفوذ اللامتناهي الايراني في داخل الدوله السوريه؟ اليوم النفوذ الايراني داخل الفرقه الرابعه او داخل المؤسسه العسكريه السوريه
كبيرا جدا. دعني أسلط الضوء على قضية التدريبات أو البرامج المشتركة العسكرية التي تجري في داخل الجغرافيا السورية والتي تديرها إيران. فكانت حاضرة القيادات، وهنا أتحدث قيادات الميليشيات في هيئة الحشد الشعبي، وكذلك أيضا حركة النجباء وزينبيون وفاطميون وأنصار الله وحزب الله وغيرها من المسميات الأخرى. وكان وزير الدفاع النظام السوري يحضر أسوة بتلك المكونات. بمعنى آخر، اليوم تحولت الدولة السورية هي أحد أهم أو أحد المكونات الولائية التي يتم استخدامها، وحتى في الجغرافيا التي تسيطر عليها أو ما يطلق عليها جغرافيا سوريا اليوم، التي باتت هي مستعمرات أو مستوطنات، دعني أسميها مستوطنات إيرانية. وما حصل في بغداد في العام 2004 و2005، وأنتم متابعون هذا الشأن حول بناء الأحزمة الأمنية وتداعيات بناء تلك الأحزمة الأمنية حول أو محاصرة بغداد بشكل عام، واليوم يحصل ذلك من خلال محاصرة كل من محافظتي دمشق وكذلك أيضا حلب، إضافة إلى فتح الممر البري، وهنا نتحدث عن معبر البوكمال القائم، وصولا إلى النقاط الثلاث التي تحدثنا عنها: منطقة دير الزور تعتبر ممر، منطقة حلب تعتبر مركز استراتيجي وثقل ثقافي بالنسبة لها، وأيضا تستخدمه كموطئ قدم للتغيير الديموغرافي وتغيير المذهبي، وصولا إلى العاصمة السياسية، وهنا نتحدث العاصمة ومحيط مطار دمشق الدولي، وصولا إلى منطقة السيدة زينب، وكذلك أيضا أحياء بعض الشعائر الدخيلة على الشعب السوري، وصولا إلى عمليات الهيمنة الكاملة. ربما هذا يشير إلى الرضا الأمريكي بوجود هذه الميليشيات. يعني نعلم تماما أن يعني حتى الميليشيات الروسية التي هي أكبر من يعني قدرات روسيا أكبر من القدرات الإيرانية، تم ضبط إيقاعها عندما أرادت أمريكا. ولكن الآن بما أن أمريكا تعطي المجال لإيران، فهذا إثبات لربما أن أمريكا راضية تماما عن هذا الوجود والتغلغل الإيراني في المنطقة. نعم، لا شك أن الولايات المتحدة لا تدرك حجم المخاطر التي ستنطلق ما بعد استيلاء إيران على هذه المصدات العسكرية المتقدمة وصولا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط وما سينجم عنها. ونتحدث عن أزمة الطاقة على سبيل المثال، وهي أهم تلك الأزمات ربما ما بعد أزمة الممرات والمضائق المائية. فعمليا الغاز الروسي لم يعد يتدفق باتجاه الدول الاتحاد الأوروبي، والبديل الوحيد الذي سيكون بديلا عن هذا الغاز الروسي هو منطقة الشرق الأوسط. لذلك تسعى إيران من خلال يعني استيلائها على المنطقة العربية لمنع مرور أي طريق يعني أي خطوط نفط أو غاز باتجاه الاتحاد الأوروبي. وعمليا وجود إيران كعامل معطل في المنطقة العربية ربما يعني هنالك حالة من التخاذل بهذا المشروع ما بينه وبين الولايات المتحدة لإضعاف وإنهاك المنطقة، وبنفس التوقيت إرهاق الشعوب العربية في يعني في القضايا الجانبية وعدم ترك المجال أو افساح المجال له للتحرك ضمن أهدافه الاستراتيجية في التخلص من قوى الاستعمار، وتحديدا نتحدث عن مشروعين المتخادمين، المشروع الصهيوني والمشروع الصفوي في المنطقة العربية، لا سيما أن يعني ما يطلق عليها اليوم الفارسية السياسية التي تحكم إيران وجغرافيا إيران الحالية وتداعيات وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال توظيف بعض الأزمات الإقليمية، وتحديدا أتحدث عن العلوية السياسية والإطار التنسيقي في العراق وصولا إلى أنصار الله في اليمن. فكل تلك المسميات كانت مسميات خدمية. نعم، دعني أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ مصطفى كامل. يعني أستاذ مصطفى كامل، بعد أن خرج هذا التخادم بتصريح وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى العلن، يعني كيف يمكن للنخب والمؤسسات والهيئات العراقية والعربية بشكل عام أن تدعم وجهات نظرها من أنها كانت تحذر من التغلغل الإيراني وأنه ليس لصالح الشعوب العربية وإنما كان لصالح تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ كيف يمكن أن تستغل هذه النخب والمؤسسات هذا التصريح لصالحها؟ يؤسفني أن أقول أن هناك نخبا وشخصيات مؤثرة وجماعات لها حضورها في الساحة العربية وفي الساحات الإسلامية، مؤثرة في الشعب العربي وفي الشعوب الإسلامية، ما تزال هناك على عيونها غشاوة كبيرة، وهي ما تزال تثق بالبروباغندا والاستعراضات الدعائية الإيرانية، وما تزال تغمض عيونها عن الحقائق. هذه مسألة يجب أن لا ننساها ولا نتغافل عنها ولا نقفز عليها. الحقيقة أن هناك هذه النخب، ومسؤوليتنا كصحفيين وإعلاميين
ومسؤولية الجهات والهيئات والمنظمات والأحزاب التي تتمتع برؤية واعية وثاقبة وتفهم حقيقة المشروع الفارسي العنصري التوسعي، عليهم جميعا أو علينا جميعا أن نواصل عرض هذه الحقائق والدامغة لأجل إزالة هذه الغشاوة التي تصر بعض الشخصيات وبعض الجهات وبعض الجماعات والأحزاب على أن تغض النظر عن الحقائق كما قلت. المسؤولية كبيرة ومواجهة هذا المشروع مسؤولية كبيرة. المشروع الفارسي لا يقل خطورة عن المشروع الصهيوني، إذا بل يزيد خطورة عنه في الحقيقة. المشروع الصهيوني مشروع عدو واضح، مشروع احتلالي توسعي عنصري يستهدف فلسطين وما جاورها بمزاعم عديدة، ولكنه في كل الأحوال مشروع معروف وواضح وجلي. المشروع الفارسي ملامح خطورته أو مكامن خطورته يعني هو جزء من المنطقة، قريب من المنطقة، يدعي شعارات كما تفضلتم جميعا، شعارات دعائية مضللة، يستخدم الإسلام والدعاء بنصرة الإسلام في تضليله، يستخدم قضية فلسطين في هذا المشروع التضليلي أو في هذه الشعارات المضللة لخدمة مشروعه، يستخدم الشيعة العرب كوقود لمطامع في المنطقة، يستخدم الجوار الجغرافي، يستخدم التداخل الثقافي، يستخدم وسائل عديدة مؤثرة جدا. لذلك أنا أعتقد أن مقاطعة المشروع الفارسي، محاصرته، فضحه، يعني محاربته بكل الوسائل، هذه تقع في صميم مهام الشخصيات يعني لربما. نعم أستاذ مصطفى، يعني لربما هذا التصريح اختصر على النخب الكثير من الحديث للأسف. للأسف أخي العزيز، أن الذين أعنيهم النخب المضللة والمضللة لا تلفت أنظارها مثل هذه التصريحات. إذن هذه النخب المضللة علمناها، ولكن المضللة ما الذي ينتظرونه هؤلاء المخدوعون؟ ما الذي ينتظرونه بعد مثل هذا التصريح حتى تنكشف أمامهم الصور والحقائق؟ يعني هم لم يقتنعوا بمسيرة 45 سنة من الأحداث ووثائق عرضت عليهم بالمئات حول طبيعة العلاقة الإيرانية الإسرائيلية، اعترافات بالجملة لقادة إيرانيين حاليين في النظام، يعني حتى محمد جواد ظريف الذي هو وزير للخارجية إلى حد قريب، إلى سنتين أو ثلاثة، هو ليس منشقا عن النظام، إذا كان أبو الحسن بني صدر أو إبراهيم يزدي أو آخرين من رموز النظام الإيراني الذين كانوا في مطلع يعني الثمانينات ضمن النظام وانشقوا عنه، إذا كانت تصريحاتهم واعترافاتهم وشهاداتهم غير مقنعة فإن تصريحات محمد جواد ظريف وعلي باقري قني وآخرين من رموز النظام الإيراني سواء في الحرس الثوري أو في الجيش أو من السياسيين أو من المفكرين الإيرانيين المحسوبين على النظام، هؤلاء كلهم يؤكدون هذه الحقائق بشكل أو بآخر. هم طبعا يعرضونها من باب الاستعلاء ومن باب إظهار قوة زائفة ومن باب التباهي ومن باب أنهم يعني في مواجهة أو في المقارنة مع الولايات المتحدة، ولكن في كل الأحوال هذه حقائق باتت مفضوحة حتى الولايات المتحدة. يعني زلماي خليل زادة المسمى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المعارضة العراقية، يعني قبل غزو العراق، كشف في مذكراته عن طبيعة اتصالاته واجتماعاته السرية التي كان يعقدها مع محمد جواد ظريف
الذي كان مندوبا لإيران. نعم، إذن وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر بهذا. بطبيعة الحال وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث العرب. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام. عبر الهاتف كان معي الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وأيضا عبر سكايب الأستاذ مصطفى نعيمي، صحفي متخصص بالشأن الإيراني، وأيضا عبر سكايب كان معنا ياسين التميمي، الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم ضيوفنا الأكارم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصاء والمتابعة. نلتقي بحول الله في حلقة جديدة قادمة من حديث العرب. دمتم بخير، إلى اللقاء.